بسم الاب والابن والروح القدس لله الواحد امين. ابناء الكنيسه المحبوبين، الاباء الكهنه الموقرين والشمامسه والشعب في ابرشيه هولندا القبطيه الارثوذكسيه، احب ان انا اهنئكم بعيد الايام المجيد، واتمنى ليكم في هذه المناسبه السعيده اطيب الامنيات بالصحه والسلامه والنجاح. وعايز اتامل معاكم في أبعاد قيامة السيد المسيح، يعني قيامة المسيح دي حققت إيه أو وصلتنا لإيه؟ أول حاجة، في قيامة المسيح تكملت كل النبوات. يعني بقيامة المسيح اكتملت كل النبوات اللي وردت في الكتب المقدسة والأسفار الإلهية، وعشان كده بنيجي في قانون الإيمان ونقول وقام من الأموات كما في الكتب. طيب ايه هي الاقوال اللي جت في الكتاب المقدس اللي تنبأت عن قيامة المسيح؟ شوف بقى في سفر المزامير مثلا في المزمور الثالث، لما داود النبي بيقول انا اضطجعت ونمت واستيقظت لان الرب يعضدني مثلا، ومثل اخر يقول لانك لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا مثلا. حاجة تانية، لما برضو في المزامير داود يقول إيه، يقوم الله ويتبدد أعداؤه ويهرب مبغضيه من قدام وجهه مثلا. وبرضو في هوشع النبوء عن قيامة المسيح قال يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. ففي قيامة المسيح تكملت كل هذه النبوات. حاجة تانية، أنها تحققت أيضا كل الرموز اللي جت عن قيامة المسيح في العهد القديم. زي إيه؟ زي إسحاق في ذبيحة إسحاق، لما رجع إسحاق حيا، يعني إسحاق ذبح بالنية، إبراهيم ذبحه وقدمه ذبيحة لله بالنية، يعني في حكم إن هو كان ميت لكنه رجع حي. فهكذا المسيح ذاق الموت وبعدين قام حيا من الأموات. مثال آخر، رمز آخر كان بيشير لقيامة المسيح، كنا بنشوفه في شريعة تطهير الأبرص، إنه كان عايز يشير لقيامة المسيح، فكان يجيب عصفورين يذبح واحد ويغمس التاني في الدم، وبعدين ينضح على الإنسان الأبرص اللي هو تطهر بسبع مرات بالدم، وبعدين يروح يطلق العصفور الآخر على وجهه في الصحراء. ده كان إشارة لقيامة المسيح، وكان العصفور ده ينطلق والدم في أثاره عليه يعني، فكان برضو إشارة لقيامة المسيح، وأثار المسامير أيضا ما كانت مازالت في يديه. مثال آخر واضح جدا هو لقيامة المسيح، هو يونان النبي لما خرج حيا من بطن الحوت. هكذا المسيح أيضا بعد ما دفن في القبر ثلاثة أيام خرج قام حيا من القبر. نقطة ثالثة بعد كذا، أن السيد المسيح للمجد كتير جدا ما كان بيتكلم عن قيامته من الأموات. إزاي مثلا؟ لما كان بيقول أنقض هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه، فكان بيتكلم عن هيكل جسده، أنه هو يعني مش بالهيكل الحجري المبني دوت، ولكن كان يتكلم عن قيامته هو من الأموات. وفي حادثة التجلي قال لتلاميذه كده، قال لهم لا تعلموا أحد بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وساعة ما كان بيأكل الفصح الأخير مع التلاميذ قال لهم كده، أن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فكان يتوعد معهم على بعد القيامة على يعملوا إيه يعني. نقطة رابعة، إن القيامة نقطة رابعة في أبعاد القيامة، يعني هي بتتفق مع طبيعة السيد المسيح الغير عادية. يعني المسيح كان يحمل طبيعة غير عادية لا يمكن أن يكون نهايتها في قبر. يعني كان في ولادته كان ولد من عذراء بتول بدون زرع بشر، وفي حياته عاش حياة صالحة كاملة، وكان هو كلمة الله الأزلي، وكان يحل في كل ملء اللاهوت جسديا، وكان هو الله الظاهر في الجسد، والله حي لا يموت. فكان الموت لا يتفق مع طبيعته
كانت القيامة هي الحاجة الوحيدة اللي تناسب طبيعة المسيح الغير عادية. حاجة بعد كده، نقطة خمسة، إن المسيح لما مات مات بإرادته وبسلطانه، وأسلم ذاته بإرادته بطاعته للآب، بخضوعه لمشيئة الآب. برضو كان لابد إن هو يقوم بسلطانه وإرادته بنفس الطريقة. وهو قال كده للحاكم اللي بيقول له ان انا اطلقك، قال له مالكش سلطان، ليه ده هو السلطان لي ان اضعها ولي سلطان ان اخذها. هنا بيتكلم عن نفسه الانسانية يعني. فكان المسيح بسلطانه اسلم ذاته للموت، وبسلطانه ايضا قام من الاموات. النقطة نمرة ستة، ان هو اقام غيره من الاموات. يعني ابنة ييروس أقامها من الأموات، ابن أرملة نايين أقامه من الأموات، لعازر. فاللي أقام الموتى قادر أن يقيم نفسه أيضا من الموت. النقطة اللي أبعد من كده بقى، أن استلزم خلاص البشرية أن الله الرحوم العادل يتجسد. كويس خالص، ده يعني ظهر في صورة إنسان وولد من امرأة بدون أب بشري، ومات على الصليب نيابة عن البشر كلهم، وأنقذنا من الموت. وبعدين بعد كده، بعد ما أنقذنا من الموت، هو نفسه مات عشان ينقذنا من الموت. وكان لابد أن يهبنا الحياة مرة أخرى. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيأكد حقيقة القيامة، بيقول إن لم يكن المسيح قد قام باطلا إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم. يعني عشان يكمل عمل الفداء كان لابد أن ينتصر على الموت ويقوم حيا من الأموات. نقطة تانية أبعد بقى، أنه كان لابد عشان يصعد كان لابد أن يقوم أولا من الموت. يعني عشان يتمم الفداء كان لابد أن يموت، وعشان ينتصر على الخطية كان لابد أن هو يغلب الموت بالقيامة، وعشان يصعد إلى السماء كان لابد أن هو يقوم من الأموات. فكان الهدف الرئيسي من التجسد أن هو يموت ثم يقوم من الأموات ويصعد إلى السماء عشان يبعث لنا الروح القدس المعزي. نقطة أخيرة بقى في قيامته، أنه هو بالقيامة ابتدى الكرازة بالمسيح، ابتدت الكرازة. بدون القيامة ما كانش ممكن أبدا يبتدي البشارة والكرازة بالمسيح. فكان ينبغي أن نكرز بالمسيح الإله الذي صلب، وبسلطان لاهوته وقدرته استطاع أن هو يقوم من الأموات. عشان كده معلمنا بولس الرسول بتحدي بيقول إيه، إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا. فالقيامة أعطت قوة للكرازة، وعاش التلاميذ طول عمرهم يشهدوا للقيامة، بل إنهم ضحوا بحياتهم من أجل أنهم يشهدوا للقيامة. وشهد للقيامة كتير قوي، الملائكة شهدت للقيامة لما جم للتلاميذ قالوا لهم ليس هو ها هنا لكنه قام. والنسوة شافوه وقالوا وقلنا أنه حي، يعني أنه هو مازال حي. الحراس نفسهم شهدوا عن قيامة المسيح، لولا أنهم لما دخلوا المدينة أعطوهم رشوة بالفضة واشتروهم فسكتوا، بطلوا يتكلموا عن موضوع القيامة. الزلزلة اللي حدثت وأعلنت عن القيامة، الآباء الرسل عاشوا كل حياتهم يشهدوا بالقيامة. بعد كده بندخل في نقطة عميقة بقى في القيامة، إحنا استفدنا منها إيه؟ يعني في الكنيسة خدنا إيه في القيامة؟ عايزين نفهم حاجة، إيه مفعول القيامة في حياتنا في الكنيسة؟ أولاً بالقيامة انتفعنا من كل الأسرار، والأسرار دي ما كانتش ممكن يبقى ليها معنى ولا قوة بدون القيامة. يعني مثلا سر المعمودية عبارة عن دفن موت ثم قيامة مع المسيح، وقال عليه معلمنا بولس الرسول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه. فاللي بينزل في المية كأنه دفن، ولما يخرج منها كأنه قام إلى حياة جديدة. وعشان كده المسيح ما بعتش تلاميذه يكرزوا ويبشروا إلا بعد القيامة، عشان يعمدوا الناس بقوة القيامة. سر الميرون،
أخذ الحنوط اللي كان على جسد المسيح في القبر والأطياب اللي حملتها النسوة إليه. سر التناول، المسيح قال من يأكل جسدي وأشرب دمي له حياة أبدية. فبتكون لنا حياة بتناولنا من جسد المسيح القائم من الأموات ومعطي الحياة. عشان كده لما بنصلي التقديس في القداس الإلهي بنصلي صلوة جميلة كلنا بنحبها، نقول يا رب بموتك نبشر وبقيامتك نفرح، يا رب بقيامتك ونمجدك في موتك وفي قيامتك وانتصارك على الموت. سر التوبة ده برضه هو قيامة من الموت، موت الخطية، قيامة مع المسيح القائم بين الأموات. نقطة أخيرة بقى، إن قيامة المسيح هي دليل على حدوث القيامة العامة في نهاية هذه الحياة. قيامة المسيح من الموت، بدون موت يلحقها، تهيئ الفكر لإمكانية حدوث قيامة عامة للأموات. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. وأحب في ختام هذه الكلمة أن أنا أصلي وأطلب من ربنا وأرفع إيدينا للمسيح ونقول له يا رب في هذا الزمن في الذي يملأه الفراغ الروحي والاقتصادي والاجتماعي نتيجة الوباء فيروس كورونا، نور القيامة يا رب يشرق في قلوبنا ويضيء طريق حياتنا ويعطينا رجاء ويبدد عنا الخوف وكوابيس الفناء، ونرفع أنظارنا للقبر الفارغ عشان يتجدد إيماننا بالمسيح القادر أن يملأ هذا الفراغ، لأنه انتصر على الموت بقيامته زي ما بشرت الملائكة وقالت ليس هو ها هنا لكنه إيه قام. لذلك ندعوك يا رب ونعرف أنك أنت حي، أنك أنت معنا ولن تتركنا وحدنا، ونرجوك يا رب أن تنزل برحمتك لشعوب الأرض اللي بتعيش في ظروف وتحديات صعبة من أجل استمرار الحياة البشرية على الأرض. انظر يا رب برحمتك لجراحات البشرية المعذبة اللي تأذوا بشكل مباشر بسبب فيروس كورونا. انظر يا رب برحمتك للمرضى والمسنين والمعزولين والأسرى واللاجئين والمشردين والذين هم بدون مأوى، الفقراء والمحتاجين والذين يعانون من صعوبات اقتصادية. انظر يا رب برحمتك ورأفتك للأطباء والممرضين اللي بيضحوا بحياتهم وبصحتهم من أجل تقديم رعاية صحية لائقة. انظر يا رب للمسؤولين اللي في القيادة السياسيين اللي بيعملوا من أجل المصلحة العامة والخير العام للمواطنين، ويقدموا كل الوسائل الضرورية عشان يخففوا صعوبات الحياة. انظر يا رب إلى رجال الأمن والنظام اللي بيجاهدوا من أجل الحد من انتشار وتفشي هذا الوباء. انظر يا رب برحمتك للذين انتقلوا من هذه الحياة، للعائلات التي فقدت أحبائها وامنحهم العزاء، واعطي رجاء للذين ما زالوا في المحنة. انظر يا رب برحمتك الغزيرة إلى سوريا، إلى اليمن، إلى التوترات اللي في الأرض المقدسة في فلسطين والعراق ولبنان، ومعاناة سكان المناطق الشرقية في أوكرانيا. انظر يا رب لأولادك اللي بيتعرضوا، الأبرياء اللي بيتعرضوا للهجمات البربرية الوحشية من داعش في بعض الدول الأفريقية. واذكر يا رب بلادنا مصر، واحفظ يا رب حقوقها في مياه نهر النيل اللي عاشت عليه قرون طويلة وبنت عليه أعظم حضارات في التاريخ. ونختم يا رب هذه الصلاة ونقول مع الكنيسة في التسبيحة: هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، أخذ الموت وانتصر عليه وأعطانا الحياة، نسبحه ونمجده إلى الأبد آمين. ومرة تانية بنهنئكم بعيد القيامة المجيد ونتمنى لكم كل خير وكل صحة وكل سلامة، ويعيد عليكم الأيام وانتم في ظروف أحسن من كده وزي الفل وطيبين، وعيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا.